ويستمر البوح. عندما وضعت ذاكرتي أوزارها دوت في صمت كل المأسورات تكريما لاغتراب المشروع. حل في لحظة البداية، لحظة متميزة، لحظة خاصة بنفسي. أعلنت توديع الوجوه، الأزقة والرفاق، الأهل والأحباب كما يودع الأحياء الأموات. أعلنت توديع كل شيء توديعا نهائيا. فبعض البدايات لا تتحمل المساواة مع ذاكرة الماضي، ولا تفرق حتى بين الحنين وصمت طلق الرصاص. هكذا بدأت الحكاية. فكما كان مبرمجا، نزلت مع نور في أول طلعة للتعرف على المدينة، ففضلت سلك طريق يؤدي مباشرة إلى المركز. كان مني لا مانع لدي في ذلك. على أي حال، فكل الطرق لا زالت مجهولة بالنسبة إلي. ابتسمت نور ابتسامتها المشاغبة مضيفة: حسنا، لكننا سنضطر للمرور بمكان قد تجدينه غريبا شيئا ما. وتابعت السير. رطوبة كبيرة تكتسح الفضاء، فلا تسمع إلا خرير الثلوج التي كانت في طريقها للذوبان. ومن حين لآخر تهشم بعضها من أعلى أسقف المنازل وأعالي الأشجار. مررنا بالحديقة الخلفية من مسكنها، وصوت الثلج ينكسر تحت خطانا. نزلنا ثلاثة أدراج وتابعنا السير وسط خضرة كاسحة ممجوجة ببياض ثلوج. اقتربنا مما يشبه غابة. التفتت نحوي وسألتني إذا ما كنت مستعدة، فأجبت: أنت تخيفينني، إلى أين تأخذينني؟ ضحكت وهي تضيف: إلى أعز مكان على قلبي. اخترقنا سياجا من أشجار الصنوبر الكثيفة. لم يكن أمام دهشتي الكبرى إلا أن وجدت نفسي داخل مقبرة. توقف الزمن، فتجمدت مشاعري. نظرت من حولي، ألقيت بنظرة على القبور المترامية المزهوة بالورود والخضرة والرطوبة. نظرت في عينها، استرسلت في خشوع متناغم بشكل مطلق مع المكان. عندما تقهرني الغربة وتعتصرني الوحدة، أأتي إلى هنا وأتحدث إليهم. قد يقع أن أحدثهم عن الماضي، وأيضا قد أشاركهم عما يشغل بالي في الحاضر. يستمعون إلي يا عزيزتي، لا يقاطعونني ولا يعترضون علي، لا يتهكمون، لا يجرحونك ولا يقصون. الأموات يحسنون الاستماع. الأحياء يا صديقتي لا يبالون، فنحن نزور المقابر ليس لأن الأموات في حاجة لزيارتنا، بل إننا نحن الأحياء من هم في حاجة إلى من يستمع إلينا. نص ويستمر البوح للكاتبة المغربية فاطمة بالعدل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.